ارتقينا اليوم بالتنسيق مع جمعية مراهنة للتنمية القروية والتعاون باش نقوم بواحد الحملة طبية للطب العام مجانية لاستهداف الساكنة ديال العالم القروي بدوار المراهنة التابعة لجماعة ولاد عبدون إقليم خريبكة. هذه الحملة الطبية هي خاصة بالطب العام، شفنا فيها أطفال نساء ورجال وقمنا بالفحص الطبي الشامل لهذه الأشخاص وكذلك إجراء تحليلات ديال الدم وقياس ارتفاع الضغط الدموي وقمنا كذلك بتوزيع بعض الأدوية على الناس اللي استفدوا من الحملة. ولحد الساعة دابا اللي تقريبا احنا وصلنا ل 12 تقريبا نكونوا دوزنا شي 200 في الأطفال، وبالنسبة للنساء تقريبا تكون شي 100 ديال النساء، وبالنسبة للرجال نكونوا وصلنا شي 40 رجل لحد الساعة. وجمعية اللي تواصل ماشي أول مرة غادي تقوم بهذه الحملة، هذه قمنا بحملات سابقة، وكما قلت في واحد التصريح سابق بأن جمعية اللي تواصل ستبقى في تواصل مع جميع الساكنة ديال خريبكة بما فيها جميع الجامعات القروية. وهذه المبادرة غادي نكررها إن شاء الله بالنسبة لجميع الجماعات اللي كتشمل التراب ديال إقليم خريبكة. وفي نفس الوقت كنشكروا السيد رئيس الجمعية اللي تواصل على المجهود الجبار اللي قام به، لأنه واحد مجهود فردي، وكنتمناو من العلي القدير باش تستمر الأجواء ديال الحملة اليوم من الأحسن للأحسن ونحاول نشوفوا أكبر نسبة من الساكنة. وشكرا.